السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله عيدكم مبروك. اليوم نحب نتحدث على الخائنة المتملقة نادية عكاشة، وأمثال نادية عكاشة موجودين برشا في الدنيا هذه. عبد تخدموا معاك، احنا ساعات واحد صديقك ولا صديقة تحطوا معاك مثلا في شريكة ولا في خدمة متاعك، وبعد يوفى المكتوب ما بيناتكم يدور عليك، يولي معناتها يخرج في أسرار ما بيناتكم. هذه هي احنا تو مشيت للدولة، الحكاية هذه معناتها أسرار متاع الدولة وحاجات صحاح ولا غلطين السفار هي علاش تو بالذات خرجت وعلاش خرجوا هالتسجيلات هذوما، معناتها باش تعرفوا النوعية متاع العباد هذوما، هالعباد المتملقين هالخونة اللي معناتها يخدموا في الدولة. هذه كانت مديرة الديوان الرئاسي، مش شوية المرأة هذه شوفوها معناتها لفات اللي خرجت ما عادش مع الرئيس وما عادش في القصر، خرجت معناتها بهالكلام هذايا تفضع في رئيس دولة وتتكلم في كلام معناتها غير لائق، كلام معناتها منحط، كلام مش نتاع مستوى نتاع مرأة معناتها قد كانت تشد مسؤولية. وهذايا الكل لومه شكون؟ لومه سيد رئيس الدولة، سيد رئيس الدولة اللي احنا مساندينه، اللي احنا نحمله في البخس على خاطره، اللي احنا نحمله في التهديدات على خاطره، اللي احنا معناتها كنا ومن قبل 25 جويلية ديما مساندينه. رئيس الدولة معناتها هو الاختيارات العشوائية، الاختيارات هذوما اللي مهمش بلايسم، اختار قبل المشيشي وشفنا الصار، اختار الياس الفخفاخ وشفنا الصار، حط نادي عكاشة مدير ديوان رئاسي وشوفوا شنو قاعد صاير وشنو اللي باش يصير. يا سيد رئيس اعرف شو تحط بحذاك، اعرف شكون تختار. اذا كان انت ناقص في السياسه وماكش متمكن بالقدا، شوف ناس مستشارين قويين، ناس يعرفوا شنو معنى الدوله، استعين بهم. مش عيب باش انت ما تعرفش حاجه، انت ماكش شمس باش تضوي على الناس الكل، انت معناتها نجم تحط عباد في المستوى وينصحوك، وانتوما تبارك الله تنجموا تسالوا، تنجموا تعرفوا المعدن نتاع الاشخاص هذاك يا ترى يصلح باش يكون مسؤول في الدوله ولا لا. مش هكاك نحطوا عباد وبعد نقعدوا نتندموا. هذه كيما قلنا لك راهي دوله. شفنا الصار كيما قلنا قبل في عهد المشيشي، وخرجنا انا واحد من الناس فضحته وقت يحكم هو النهضه، وياما التهديدات جاتني، وكان جا المشيشي مازال يحكم، وكان جات النهضه مازال تحكم، راني تو موقوف راني في الحبس على خاطر قلت كلمه الحق. انت سيد الرئيس الغلطه نتاعك انت، خاطر انت اللي تحطيتهم حتى حتى حد، وانت اللي تتحمل مسؤوليتك. اذا الشيء اللي قاعد صاير يلزم تصلح برشا حاجات، ويلزم حتى الناس كل تفيق على رواحها من الوضع اللي صاير في البلاد، والناس اللي قاعدين يستناو في الدوره واللي قاعدين يعملونا في هالمشاكل. وكم شفتوا الحرائق بارتو، هذا الكل صدفه في جابس في اي بلاصه توا صاير معناتها مشاكل كبار، معناتها في معش في نابل في الحمامات. شوفوا الشيء اللي قاعد صاير، البلاد يحبوا يشعلوها لا لي شيء على خاطر الرئيس فضحهم. الرئيس خرج من نهار 25 جويلية وقرر باش نمشيو في عهد جديد وصفحه جديده. اذا الناس كل مع رئيس الدوله، والناس كل نساندوا رئيس الدوله، لكن انت زاد سيد رئيس الدوله لازم تكون قد المسؤوليه، ويلزمك معناها تعرف شكون تحط بجنبك وتعرف شكون تختار. هاك شفت هالمسمات هالنكره هذيه نادي عكاشه، شوف الصاير منها، وشوف معناتها الحقد والبغض ومعناتها الكراهيه اللي في قلبها، هذيه اللي كانت البرادروا نتاعك. كنت تبدا انت ماشي وماشي في زيارات وتخرج وتقابل الوزراء وتقابل رؤساء الدول وتقابل سفراء، هي كانت بجنبك. واحنا نقول والله هذه كتمت سر رئيس الدوله، وهذه شو قداش معناتها امراه معناتها مثقفه، شوف شو يطلع منها المراه هذيا، ومازال باش نسمعوا حاجات اخرين. اذا عيش كسيد الرئيس، اعرف شكون تختار، واعرف راي مش كل مره معناتها نغلط ونعاود ونزيد ونغلط ونغلط. واحد يغلط مره برك ما يغلطش مرتين وثلاثه واربعه. هذه الرساله اليوم حبيت نوجهها لسيد رئيس الدوله، وماذا بينا الناس الكل ان شاء الله نهار 8 ماي نخرجوا الناس الكل مع بعضنا باش نقولوا لا للمنظومه الفاسده، لا للعشريه السوداء اللي عشناها مده 10 سنين، والناس الكل القدام، وان شاء الله نسمعوا قرارات معناتها تفرح الشعب التونسي، وقرارات تخلينا معناتها على الاقل نكونوا متفائلين، خاطر الوضع بالحق ما عادش يعجب جمله.